السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ تاني جزء من مراجعات ليالي الامتحان. إن شاء الله النهاردة هنراجع شابتر 2 مع شابتر 6 زي ما احنا ماشيين، شابتر من الالكتريستي وشابتر من المودرن. إن شاء الله أول ما نخلص هينزل على طول الفيديو اللي بعده اللي هو شابتر 3 وشابتر 7، ثم آخر شابتر اللي هو 4 و8، وآخر حصة خالص إن شاء الله هتكون حصة حل أسئلة وممكن ندمجها مع آخر حصة. يلا بينا نبدأ على طول نراجع شابتر 2. ناس كتير طلبت ان انا اراجع شوية الرولز عشان يأكدوا عليها، عشان ما يعتمدوش اكتر على ورقة المفاهيم ويبقوا معتمدين ان الرولز كلها في دماغهم. اول حاجة في شابتر 2 خدناها حاجة اسمها الماجنتيك فلكس. خلاص، الماجنتيك فلكس دي اللي هي لو انا عندي اريا كده بيعدي منها مجموعة من الفيلد لاينز اللي هي البي ودي الاريا كده، يبقى الفاي ام ايكوال بي اللي هي الماجنتيك فيلد لاينز او الماجنتيك فلكس دينستي تايمز الاريا ساين الانجل ما بين البي والاي، اسمها ساين ثيتا. خلاص كده، اللي هي الانجل ما بين البي او الفيلد لاينز والاريا هي الثيتا، يبقى الفاي ام ايكوال بي اي ساين ثيتا. خلاص كده، يبقى ده اول رول لازم اكون عارفه في الشابتر. طيب ايه تاني؟ لازم اكون عارف ان الفاي ام بتتقاس بال ويبر، البي بتتقاس بال تسلا، الاي تتقاس بال الاريا متر سكوير، تمام، والساين ثيتا ملهاش يونت. فبالتالي اقدر من هنا اقول ان التسلا ايكويفالنت لويبر اوفر متر باور 2. خلاص كده، لان ممكن يجي لنا سؤال ايكويفالنت يونتس فنبقى جاهزين ليه. طيب الفاي ام دي احنا لسه بنقول ان هي ايكوال بي اي ساين ثيتا، والثيتا دي انجل ما بين البي والاي. الفاي ام امتى تبقى ماكسيمم فاليو، اكبر قيمه ليها؟ قال لك لما الثيتا تكون ب 90، لان ساين 90 ايكوال 1، فبالتالي تبقى الفاي ام ايكوال بي اي وبس. خلاص كده، طيب معنى ان الفاي ام ايكوال بي اي بس، يبقى الاريا اللي عندي اهي والماجنتيك فيلد نازل عليها بيربنديكولار، يعني عامل معاها انجل 90. طيب امتى يكون بمينيمم فاليو او بزيرو؟ قالك لما الثيتا تكون بزيرو. امتى الثيتا تكون بزيرو؟ لما البي تكون بارل للاريا. خلاص كده، يبقى الفاي ام ايكوال ساعتها زيرو، لان ساين زيرو ايكوال زيرو. خلاص كده، طيب تاني حاجة هندرسها هي الماجنتيك فيلد، وممكن نقول عليها الماجنتيك فلكس دينستي، ماجنتيك فلكس دينستي، تمام كده؟ طيب ايه هي الماجنتيك فلكس دينستي دي اللي هي البي؟ ليها كذا رول. اول حاجة لو انا بتكلم على ستريت لاين، اتفقنا ان انا لو عندي واير كده ستريت واير، خلاص بيعدي فيه كارنت في اتجاه معين، عايز احسب شده الماجنتيك فيلد اللي بتنتج عن الكارنت اللي ماشي في الواير ده على بعد ديستانس بي. خلاص، طيب اقدر اقول ساعتها ان البي دي ايكوال ميو اللي هي الماجنتيك برميابيلتي بتاعت ايه؟ الميديم او الوسط اللي هم محطوطين فيه، ميو اي over 2 by الديستانس. الديستانس هي المسافه البربنديكولار ما بين الواير وما بين البوينت اللي انا عايز اقيس عندها ايه؟ الماجنتيك فيلد. خلاص، يبقى اول رول عندي اللي هو البي ايكوال ميو اي اوفر 2 باي دي، بس دي بستخدمها امتى؟ لما يكون عندي ستريت واير. طيب تاني رول قالك لو انت عندك كويل او لوب، هتقول ان البي بتاعت الكويل ايكوال ميو اي اوفر ميو اي ان اوفر 2 ار. طب ليه ان؟ قال لك ما هو ده كويل يعني له عدد لفات، فطالما في عدد لفات يبقى تتحسب معانا، اما ده واير ما كانش له عدد لفات. طب نرجع لهنا، هو البي دايركت ولا انفرس مع الديستانس؟ انفرس. اذا كل مبعد او المسافه ما بيني وما بين الواير ما تزيد، ما كل ما الماجنتيك فيلد اللي بيأثر عليا يقل. خلاص كده، طيب هنا البي
مع الار، الار ده اللي هو radius، 2r على بعضه اللي هو الدايمتر، اما الار اللي هو radius. فالبي علاقتها ايه بالradius بتاع الكويل؟ انفرس. اذا كل ما radius او السيركمفرنس بتاع اللفه او الكويل بتاعي ما يزيد، ما كل ما البي ما تقل. خلاص كده؟ يبقى كل ما الكويل حجمه ما يزيد، ما كل ما البي او المجنت فيلد الناتج عنه يقل. طيب اخر حاجه عندي اللي هي السولونويد. السولونويد ده عباره عن كويل ولكن فردته كده زي السوسته. فاصبح البي ايكوال ميو اي ان برضو، ولكن اوفر ال. ايه ال ده؟ ده اللينس اوف سولونويد. خلاص كده؟ طيب وبرضو هنا البي دايركت مع الاي ودايركت مع الان، ولكنها انفرس مع اللينس اوف سولونويد. تمام؟ في حاله ان انا عندي تو بارلل وايرز، احنا قلنا ان الماجنتيك فيلد اقدر اعرف الدايركشن بتاعه بالنسبه للستريت واير. لو عندي ستريت واير بيمشي فيه كرنت اي، اقدر اعرف الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد بان رول امبير رايت هاند رول. تمام؟ يبقى ده الكرنت وده الفيلد. يبقى هنا الفيلد ان بنرمز لها برمز ايه؟ كروس، والناحيه الثانيه دوت. خلاص كده؟ طيب لو انا عندي بقى تو بارل وايرز مش واير واحد، لو انا عندي تو بارل وايرز مش واير واحد اعمل ايه؟ قال لك اهو التو وايرز هم، وانا قلت لك هنا اول حاله لو الكرنت هم تو بارل لبعض والكرنت برضو ان سيم دايركشن. خلاص كده؟ طيب هنا ده هسميه مثلا اي 1 وده هسميه اي 2. هعمل الماجنتيك فيلد بتاع الاي 2. خلاص؟ هعمل الماجنتيك فيلد بتاع الاي 2 باللون الاخضر. فابدا اقول والله امبير رايت هاند رول اهي، ده اتجاه الكرنت ويبقى ده اتجاه الفيلد، يبقى الفيلد هنا ايه؟ ان. ان على بوصلها برمز ايه؟ كروس. طيب انا لسه شغال السلك الاول بس. طب وهنا في النص هيبقى هنا ان، ويبقى عدم من وراه وجه هنا ايه؟ اوت. طب والناحيه الثانيه برضو اوت. اذا يمين السلك كله اكس، شمال السلك كله دوت، يعني اوت. طيب باللون الازرق هشتغل السلك ايه؟ اي 1. هنا برضو كرنت لفوق، يبقى هنا ان، وهنا برضو ان، بس هيعدي من ورا السلك ويطلع هنا اوت. اذا عندي نقطه بقى، هنا الماجنتيك فيلد شبه بعض صح؟ شبه بعض يعني ممكن يبقى نورث ونورث، ساوث وساوث، اذا مع بعض في نفس الدايركشن. اذا البي توتال ايكوال بي 1 بلس البي 2. تمام كده؟ طب هنا عكس بعض، يعني واحد طالع من البيج وواحد داخل للبيج، ان واوت، نورث وساوث، اذا عكس بعض، يبقى البي توتال ايكوال بي 1 ماينس البي 2. طب هنا البي توتال ايكوال بي 1 بلس البي 2 لان هما شبه بعض، واي حاجتين شبه بعض بلس، عكس بعض ماينس. طيب انا هفضل اعمل كده في الامتحان؟ لا، انا على طول هعرف ان اي تو بارل وايرز الكرنت لو ان سيم دايركشن يبقى في النص الماجنتيك فيلد ماينس، بره بلس. دي كده لازم ايه؟ اكون حافظها. طيب هنا هما عكس بعض صح؟ يحصل بينهم اتراكشن ولا ريبالشن؟ عكس بعض يحصل بينهم اتراكشن، يبقى اكتب كده تحت هيحصل بينهم التو وايرز دول هيحصل بينهم ايه؟ اتراكشن. طيب حصل بينهم اتراكشن الديستنس تزيد ولا تقل؟ لا الديستنس تقل، لان هما لما بيحصل بينهم اتراكشن الديستنس او المسافه اللي بينهم ايه؟ تقل. يبقى الديستنس ديكريز. خلاص كده؟ طيب هنا بقى لو الكرنت ان اوبزيت دايركشن، خلاص لو الكرنت ان ايه؟ ان اوبزيت دايركشن، ادي تو بارل وايرز اهم، واحد في اتجاه وتاني في اتجاه تاني. طيب عايز اعرف اتجاه الماجنتيك فيلد، اتفقنا علشان نعرف اتجاه الماجنتيك فيلد بنستخدم امبير رايت هاند رول. خلي بالك امبير ملهاش غير رول واحده اللي هي امبير رايت هاند رول. اتاكد ان انا شغال بايدي اليمين، اتجاه الكرنت اهو، يبقى هنا ان اهو، والناحيه الثانيه كلها ايه؟ اوت. طيب ده هنا ان اهو، والناحيه الثانيه اوت. خلاص كده؟ فاجي هنا الاقي ان هنا اللي في النص بقى هو اللي شبه بعض، واحنا متفقين اللي شبه بعض دايما بلس، يبقى هنا بي 1 اللي هي بتاعت السلك الاول بلس بي 2 بتاعت السلك الثاني، وبره ماينس. يبقى اول على طول ما اشوف سلكين
الكرنت فيهم in opposite direction وهما بره لبعض، يبقى على طول هقول ان في النص بلس وبره ماينس. بلس وماينس بالنسبه لمين؟ بالنسبه للماجنتيك فيلد بتاع كل واحد منهم، عشان اجيب ايه الريزلتنت او التوتال. خلاص كده. طيب دلوقتي دول شبه بعض، يحصل بينهم ايه؟ اي حاجتين متشابهين يحصل بينهم ريبالشن، وطالما ريبالشن يبقى هيزقوا بعض بعيد عن بعض، يبقى الديستانس انكريز. خلاص كده، طالما ريبالشن يبقى الديستانس ايه؟ انكريز. طيب جزء مهم جدا وهو النيوترال بوينت. لما يكون عندي تو وايرز بره لبعض كده، لو الكرنت ان سيم دايركشن، لو الكرنت ان سيم دايركشن، وليكن ده 1 مثلا وده 2، يجي يقول لك هو النيوترال بوينت، وقال لك مثلا ان الاي هنا ب 5 امبير والاي هنا ب 3 امبير. بشكل عام انا هبدا ايه اتدرج كده في صعوبه واحده واحده. بشكل عام انت تصورك للنيوترال بوينت ايه هي اصلا؟ النيوترال بوينت قال لك دي البوينت اللي عندها البي توتال ايكوال 0، وطالما البي توتال ايكوال 0 يبقى بي 1 مع بلس او ماينس حسب هما فين، البي 2 ايكوال 0. طيب هل ممكن تبقى بلس؟ مستحيل. هل ممكن حاجه تبقى بلس حاجه ثانيه يدينا 0؟ لا. اذا دايما هتكون ايه؟ ماينس، يبقى بي 1 ماينس البي 2 ايكوال 0. طيب بي 1 ماينس البي 2 ايكوال 0، يبقى انا عايز مكان يكون فيه الاثنين بي ماينس بعض. طب تعالى نشوف، هو في النص هنا كان بيبقى مش عكس بعض، كروس ودوت، وهنا كانوا الاثنين كروس وهنا الاثنين دوت. طبعا انت مع الوقت ايه المفروض خلاص مع الحل تكون حفظتها. اذا الماينس لما يكونوا عكس بعض، يعني هنا، يعني هنا هو البي 1 ماينس البي 2 ايا كان مين البي 1 والبي 2، وانا عايز البي توتال يبقوا ماينس بعض. وطالما الاثنين ماينس بعض بزيرو، يبقى البي 1 ساوت البي 2. خلاص. طيب هيقول لك ايه النيوترال بوينت اللي هي النقطه اللي عندها البي توتال بزيرو، تتوقع تكون هنا ولا بره او في النص ولا بره؟ اكيد هتقول له ايه، اول حاجه ان هي بتوين مش في النص. خلي بالك يعني في النص ده مصطلح مش ايه مش صح، انت المفروض تقول ايه ان هي بتوين ذا وايرز. طب دي اول حاجه. استفاد ايه تاني من النيوترال بوينت؟ قال لك ما هي بينهم، بس اقرب لمين؟ اقرب لل 3 امبير ولا اقرب لل 5 امبير؟ اكيد لما تيجي تلعب ريست مع زميلك هتلاقي ان انتوا بتوصلوا لنقطه كده محدش بيغلب التاني، محدش بيغلب التاني، دايما النقطه دي بتكون اقرب للضعيف، اقرب للاقل في القوه. اذا هنا النيوترال بوينت لازم تكون اقرب لمين؟ للواير اللي فيه ايه؟ كرنت اقل، يبقى النيوترال بوينت هتكون قريبه من ايه؟ مثل كده. طبعا لو اعطيك ديستانس مثلا هنا دي كلها مثلا اكس، وقال لك ان الاكس دي 0.3 مثلا متر، والنيوترال بوينت هنا فعلا اقرب للايه؟ للكرنت اللي ايه؟ الاقل. وقال لك ان هنا دي هسميها مثلا دي 1 ودي هسميها دي 2، يبقى ده اي 1 وده اي 2. فاجي اقول ايه؟ والله هي النيوترال بوينت مش هنا اللي عندها بي توتال ايكوال 0، وطالما بي توتال عندها ايكوال 0 يبقى بي 1 ساوى البي 2، لان هما الاثنين ماينس بعض بكام؟ ب 0. طب البي دي مش ماجنتيك فيلد اوف ستريت واير، يبقى البي ايكوال ميو اي 1، لان انا بشتغل على البي 1 اوفر 2 باي دي 1، والناحيه الثانيه ميو اي 2 اوفر 2 باي دي 2. خلاص كده؟ الميو هتروح مع الميو، ال 2 باي راحت مع 2 باي، اتبقى لي اي 1 اوفر دي 1 ايكوال اي 2 اوفر دي 2. طب اعمل ده ازاي؟ اقول لك اي 1 اوفر دي 1 ايكوال اي 2 اوفر دي 2. خلاص كده؟ طيب انا عندي اي 1 بكام؟ ب 5، عندي اي 2 بكام؟ ب 3، وما عنديش دي 1 ولا دي 2، ولكن عندي دي 1 ودي 2 على بعضها بكام؟ ب 0.3. يعني انا عندي دي 1 بلس دي 2 ايكوال 0.3. طب مش هقدر اقول ان دي 1 ساعتها ايكوال 0.3 واطلع دي 2 هناك بالماينس، يبقى هتبقى 0.3 ماينس الدي 2. خلاص كده؟ يبقى هقول هنا 5 اللي هي الاي 1 اوفر دي 1 ايكوال
اي 2 اللي هي بكام ب 3 اوفر دي 2 اللي هي بكام بقى؟ لا ده انا هسيب الدي 2 واجي هنا اشيل الدي 1 واحط كام؟ لان هي دي اللي عندي ايكوال 0.3 ماينس الدي 2 واقوم عامل ايه؟ كريس كروس وعندي انون واحد شيفت سولف حليت السؤال. خلاص؟ انا بقول لك اهم الافكار الموجوده ايه في الجزء ده. طيب لو انا عندي الكرنت ان اوبزيت دايركشن خلاص؟ الكرنت ان اوبزيت دايركشن يبقى الكرنت هنا لفوق وكرنت هنا لتحت يعني هيعملوا ماجنتيك فيلد في النص. احنا اتفقنا لو انت نسيت طبق الكرنت على طول لو تو بارل وايرز الكرنت ان اوبزيت دايركشن يبقى في النص بلس وبره ماينس الثانيه العكس. طيب في النص او بينهم بلس يبقى هل ممكن نيوترال بوينت تبقى هنا؟ مستحيل. احنا اتفقنا ان نيوترال بوينت يعني بي توتال ايكوال 0 يعني بي 1 ماينس البي 2 ايكوال 0 يعني بي 1 تبقى بتساوي البي 2. اذا انا محتاج يكون ايه بينهم ايه ماينس يعني يا هنا يا هنا. طب لو انا قلت لك ان ده برضه ب 3 امبير وده 5 امبير يبقى برضه دايما النيوترال بوينت اقرب للسلك الاقل في التيار او في الكرنت. يبقى انا فين؟ يبقى انا اقرب للواير ده. خلي بالك انا هنا اوت ذا واير يعني مش منهم، لا انا هبقى هنا يا هنا يا هنا، وطالما ده الكرنت الاقل يبقى النيوترال بوينت هتبقى اقرب للسلك ايه ده. وخلي بالك ساعتها هيبقى في اختلاف في حساب الدي. ليه؟ لو هو قال لك ان دي كلها ب 0.3 متر وقلت لي ان دي ب 3 امبير ودي ب 5 امبير تمام كده، يبقى ساعتها لو سميت دي اي 1 وسميت دي اي 2 يبقى ساعتها النيوترال بوينت اهي اللي عندها البي توتال ايكوال 0، احنا مش عارفين هي فين بالظبط بس هي اقرب لمين؟ للسلك الاقل في الكرنت، فهي هنا. فبعد النقطه دي عن السلك الاول اللي هي دي 1 وبعدها عن الواير او السلك الثاني اللي هو دي 2 اللي هي الحته دي بس. اذا مش ممكن اقول لك ان دي 1 ده اللي هو كل ده عباره عن 0.3 اللي هي الحته دي بلس الدي 2 خلاص؟ يبقى احنا كده ايه؟ قدرنا نجيب ايكويشن تربط دي 1 ودي 2 وبرضه هقول هنا ان البي توتال ايكوال 0 اذا البي 1 ايكوال البي 2 خلاص كده؟ طيب البي 1 ايكوال بي 2 يبقى ميو اي 1 اوفر 2 باي دي 1 ايكوال ميو اي 2 اوفر 2 باي دي 2 وبرضه نفس الكلام الميو خلاص راحت مع الميو وال 2 باي راحت مع 2 باي اذا ممكن اقول على طول اول ما يجي لي السؤال ده اي 1 اوفر دي 1 ايكوال اي 2 اوفر دي 2 الاي 1 بكام؟ ب 5 الاي 2 ب 3 الدي 1 انا جبتها بكام؟ 0.3 بلس الدي 2 وهنا الدي 2 واعمل كريس كروس برضو واجيب ايه؟ شيفت سولف واحل السؤال على طول. طيب تاني جزء عندنا في الشابتر ده اللي هو الماجنتيك فورس. خلاص؟ طيب ايه هو الماجنتيك فورس ده؟ احنا مش بنقول لما يكون عندنا تو بارل وايرز بيمر فيهم كارنت هيحصل بينهم ايه؟ اتراكشن او ريبالشن مش دي فورس؟ طيب ايه رايك لو انا عندي واير كده محطوط وسط اكسترنال ماجنتيك فيلد ده كده اقول لك عليه ان هو اكسترنال ماجنتيك فيلد خلاص اكسترنال ايه؟ ماجنتيك فيلد. هقول ساعتها لو انا عندي كارنت ماشي في الاتجاه ده وعندي واير محطوط وسط external magnetic field يعني من اي مصدر خارجي مش الواير نفسه يبقى ساعتها البي اللي هي بتساوي ميو اي اوفر 2 باي دي. خلي بالك دي بتاعت مين؟ بتاعت الواير مش هي بقى اللي بتكلم عليها هنا. البي external دي جايه ممكن من سلك بره جايه من ماجنت من اي مصدر غير الواير نفسه. خلاص؟ طيب عايز بقى احسب الماجنتيك فورس اللي بتاثر عليه. يعني ايه ماجنتيك فورس؟ ما هو الواير ده لما احط وسط ماجنتيك فيلد ويمر فيه كارنت يبدا يتحرك في اتجاه معين، معنى الحركه دي ان في فورس بتاثر عليه. يبقى الفورس هنا ايكوال ايه بقى؟ انا ما اعرفش في انه دايركشن لسه بس هجيب الفورس ايكوال بي اي ال ساين ثيتا. خلاص كده؟ البي دي اللي هي الماجنتيك فيلد بالتسلا، الاي الكرنت اللي بيمر في الواير ده بالامبير، ال اللينس بتاع ايه؟ بتاع الواير. طب الثيتا؟ قال لك خلي بالك الثيتا دي الانجل ما بين الواير نفسه وايه؟ والاكسترنال فيلد. خلاص كده؟ اذا انت تبقى الفورس ماكسيمم؟ الفورس تبقى ماكسيمم لما يكون الواير بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد. تمام؟ زي الحاله بتاعتنا، الماجنتيك فيلد هنا ايه؟ والواير اهو
بارل للبيج كده تمام. يبقى عاملين انجل كام؟ 90. يبقى الفورس ساين 91، يعني الفورس تبقى ايه؟ ماكسيمم. طب امتى الفورس تبقى مينيمم؟ الفورس تبقى مينيمم لو الواير نفسه بارل للفيلد، يعني لو مسكت الواير ده عملته كده والفيلد كده برضو، يبقى الاثنين بارل لبعض داخلين على الشاشه كده، فبالتالي يبقوا الاثنين انتو ذا بيج، وبالتالي يبقوا الاثنين ايه؟ الانجل بينهم 180 او 0، وساين 180 او 0 بكام؟ ب 0. يبقى الفورس مينيمم. طيب خلي بالك ان الفورس ايكوال بي اي ال ساين ثيتا. الفورس تزيد بزياده البي وبزياده الاي وبزياده اللينس بتاع الواير، وما توصل كل ما الساين ثيتا ما تزيد زود لي الفورس. خلاص الفورس طبعا بتقاس بايه؟ بالنيوتن، والبي بالتسلا، والاي بالامبير، واللينس بالمتر. يعني من هنا بقى ممكن اقول ان التسلا ايكوال نيوتن، وادي الامبير والمتر تحت الناحيه الثانيه تمام، اوفر امبير دوت متر. تمام يا ريت نكتب اليونتس دي ونخليها دايما في دماغنا، لان دي مش موجوده ولا فرق مفاهيم ولا في حته، فدي لازم تكون في دماغنا بحيث على طول اول ما تجي لنا ايكويفالنت يونت نعرف نشتغل بيها. طيب ايه رايك بقى لو عندك تو وايرز بارل لبعض، وعندنا ايا كان بقى كارنت مع بعض ولا عكس بعض، وقلت لك ان اللينس بتاع التو وايرز ايكوال ال مثلا ال1 ايكوال ال2 ايكوال ال، خلاص كده يعني اللينس بتاع التو وايرز ايه؟ قد بعض، وبينهم ديستانس دي، ده بيمر فيه كارنت اي1 ده بيمر فيه كارنت اي2. قلت لك بعد اذنك احسب لي الميوتوال فورس او القوه المتبادله بينهم، يعني القوه اللي بيأثر بيها السلك ده على السلك ده اللي هي سواء اتراكشن او ريبالشن بقى، والقوه اللي بيأثر بيها السلك ده على السلك ده. اقول له والله اف 1 2 الميوتوال فورس ايكوال ميو اي1 اي2 ال اوفر 2 باي دي. يبقى اف 1 2 اللي هي الفورس بتتأثر من السلك الأول على السلك الثاني، هي هي بالمناسبة F21 equal mu I1 I2 اللينس بتاعهم هما الاثنين واحد over 2 by D. طب لو جاء قال لي عايز الفورس، وركز هو عايز ايه، لو جاء قال لي عايز الفورس بير يونت لينس، الفورس بير يونت لينس يعني ممكن أحط اللينس ب1 أو أخد اللينس اللي هو عيدهولي أحطه تحت ايه؟ تحت الفورس. يعني لو جاء قال لي اكتب دي كده بعد إذنك، لو عايز الفورس بير يونت لينس هقول له يبقى انت عايز الاف اوفر ال ال يبقى ايكوال ميو اي 1 اي 2 ال ال خلاص جبتها هنا اوفر 2 باي الديستانس ايه بينهم. اتاكد ان الديستانس تكون بالمتر، الاي تكون بالامبير، ال ال برضو تكون بالمتر، والفورس طبعا ايه؟ بالنيوتن. خلاص كده. طيب عندنا ايه تاني في شابتر؟ عندنا التورك. التورك اساسا بدايته ان انا عندي الناس اللي علم رياضه عندهم حاجه في الاستاتكس اسمها الكابل تمام. الكابل ده هو عندنا هو عندنا في الفيزيكس اسمه التورك. خلاص لو عندي رود كده اللينس بتاعه ال بيأثر عليه فورس من هنا اف وفورس من ناحيه ثانيه اف، قال لك ساعتها الكابل اللي احنا بنقول عليه في الفيزيكس تورك توي او تاو ايكوال واحدة من تو فورسز دول يعني اف منهم تايمز اللينس، اللينس اللي هي ديستانس بين ايه؟ تو فورسز. خلاص كده؟ يبقى التورك ايكوال اف تايمز ال، التورك ايكوال اف تايمز ال. طب انا ليه بقول لك ده؟ رغم ان هو مش عليك عشان تفتكر اليونت. التورك اليونت بتاعته نيوتن دوت اللينس يتقاس بايه؟ بالمتر، يبقى نيوتن دوت متر. خلاص كده؟ طيب. عايزين بقى ايه هو قانون التورك الاساسي اللي عندنا؟ التورك ايكوال بيان ساين ثيتا. وركز معايا قوي في الرول ده. التورك احنا عارفينه خلاص اللي هو العزم او قوه الدوران. طب البي الماجنتيك فيلد، الاي امبير، الاريا متر سكوير، الان وساين ثيتا ما لهمش يونت. يعني انا ممكن اقول ان التورك اللي هي بتتقاس بنيوتن دوت متر ايكوال البي اللي هي بالتسلا دوت امبير دوت متر سكوير، وساعتها برضه اقول ان تسلا ايكوال نيوتن دوت متر اوفر امبير دوت متر سكوير، السكوير راحت مع المتر يبقى ايكوال امبير، انا اسف ايكوال نيوتن، خلي بالكوا دي مش ان نمبر اوف تيرنز دي نيوتن ها يونت، على امبير دوت متر. يبقى برضه احنا طلعنا التسلا دي قبل كده ايكوال برضه نيوتن على اوفر امبير دوت متر. خلاص كده؟
التورك اساسا نشا او جه منين؟ ان انا عندي ماجنت نورث وساوث، فطبعا في ماجنتيك فيلد بيطلع من النورث يروح للساوث، صح كده؟ طيب وفي في النص بينهم بين التو ماجنتس دول ايه؟ كويل. الماجنتيك فيلد هنا ده البي، اللاينز دي اللي هي الايه؟ البي. الماجنتيك فيلد هنا لو بصيت عليها ان هي بارل للايه؟ للسايد ده، فبالتالي مش مؤثره عليه، يعني الفورس هنا بكام؟ بزيرو. ونفس الكلام بالنسبه للسايد ده، الفورس بالنسبه لها بكام؟ بزيرو. يبقى تو فورسز هنا بيأثروا عكس بعض، ليه؟ لان الكرنت لو ماشي كده فهيبقى الكرنت عكس اتجاه الكرنت والفيلد واحد، فيبقى هنا في فورس مثلا ولتكن ان، هنا في فورس اوت او العكس، فبالتالي في حاجه هنا بتزق لجوه وحاجه بتزق لبره فهيلفوا الكويل. طيب انا عايز اعرف اتجاه الماجنتيك فيلد او اتجاه الفورس، اتجاه الماجنتيك فيلد باين قدامي اهو من النورث للساوث دايما، عايز اعرف اتجاه الفورس. قال لك بص الدايركشن اوف الفورس بعرفه من فليمنج ليفت هاند رول. فليمنج ليفت هاند رول، طب ايه هي فليمنج ليفت هاند رول؟ ايه اللي هي دي؟ اف بي اي، اف بي اي، تمام؟ فاول واحد ده اللي هو الفورس، ثاني واحد ده اللي هو الفيلد اللي هو البي، واخر واحد ده اللي هما الثلاثه مع بعض الاي. فانا ابدا دايما ابدا بالفيلد، الفيلد هنا من النورث للساوث اهو. طب والكرنت؟ الكرنت هنا ايه؟ اتجاهه ايه؟ نازل تحت، صح؟ فهيبقى الفوق الفيلد من النورث للساوث والكرنت لتحت، فيبقى الفورس هنا هتبقى اوت، يبقى هنا لا دي دوت. طب هنا نفس الكلام، ابدا بفليمنج ليفت هاند رول، اتاكد اول حاجه ان انت شغال بايديك الشمال. في الامتحان اسال نفسك انا عايز اعرف دايركشن اوف فورس، يبقى هشتغل ايه؟ بايديا الشمال فليمنج ليفت هاند رول، تمام؟ طيب ابدا دايما بالفيلد من النورث للساوث، الكرنت لفوق اذا دي هتبقى ان، خلاص كده يبقى تو فورسز عكس بعض، يبقى هيحركوا لي الكويل ده اللي هو قدام هيبقى الداينام، خلاص. طيب هو التورك ايكوال ايه؟ بيان ساين ثيتا. ركز معايا بقى في الجزء ده، الاي اي ان حاجه اسمها دايبول مومنت اللي هي الام دي، خلاص دايبول مومنت، تمام كده. الثيتا دي انجل ما بين الدايبول مومنت اللي هو الايان ومين تاني؟ والبي اللي هو الماجنتيك فيلد. طب هو الدايركشن بتاع الدايبول مومنت ده؟ قال لك خلي بالك الدايبول مومنت دايما بيربنديكولار على الكويل. لا استنى بقى، ده انا قبل كده كنت على طول اقول ايه؟ الانجل ما بين الواير والفيلد، لا هنا بقول الدايبول مومنت والفيلد، يعني من الاخر الانجل ما بين النورمال على الكويل والفيلد، مش ما بين الكويل نفسه والفيلد. طيب نكتب كده على جنب ونحل. الدايبول مومنت اللي هو دايركشن النورمال او البربنديكولار على الفيلد، و ايه تاني؟ والماجنتيك فيلد. دايبول مومنت اهو ايكوال ان، اي اي ان، خلاص كده. طيب ممكن نجيب لي اليونت بتاعته، الدايبول مومنت يتقاس بانه يونت؟ خلي بالك الاي امبير، الاريا متر باور 2، والان ملوش يونت، اذا اليونت بتاعت الدايبول مومنت هي اريا دوت امبير دوت متر باور 2، خلاص؟ يا ريت الحاجات دي نكون مجمعينها كده، وايه؟ عشان في الامتحان مش هيبقى عندي وقت ان انا اجرب. طيب تعالوا بقى نشوف، لو انا عندي دلوقتي الكويل نفسه بيربنديكولار على الفيلد، الكويل بيربنديكولار على ايه؟ على الفيلد، فساعتها الثيتا هتبقى بكام؟ الطبيعي ان انا اتوقع ان انا اقول 90، بس لا، اول ما تسمع كلمه تورك او قدام الداينامو
اعرف على طول ان الثيتا هنا تبقى بكام. العكس، اعكس التوقع اهو، اعكس توقع. انت متوقع ان انت تقول ايه ب90؟ لا، بزيرو. طب ليه؟ الكويل بيربنديكولار على الفيلد صحيح، ولكن انا باخد الانجل ما بين الدايبول مومنت اللي هي اصلا نورمال على دي الكويل، انا اسف مش الفيلد. خلاص؟ الدايبول مومنت اصلا نورمال على الكويل. طيب طالما هو نورمال على الكويل، يبقى لما اجي اخد الانجل ما بين النورمال على النورمال تبقى بارلل، فبالتالي الدايبول مومنت بارلل مع البي، فتبقى الثيتا بكام؟ بزيرو. يبقى التورك ايكوال زيرو، لان ساين زيرو بكام؟ بزيرو. طيب لو الكويل نفسه بارلل للفيلد، بس انا مش هاخد الانجل ما بين مين؟ الكويل. انا هاخد الانجل ما بين النورمال على الكويل اللي هو الدايبول مومنت، يبقى الانجل ما بين الدايبول مومنت و الفيلد هتبقى 90. وطالما الثيتا ب 90 يبقى التورك ايكوال بيان ساين 90. ساين 90 بكام؟ ب 1. يبقى البي اي اي ان ده اللي هو اسمه التورك ماكسيمم، بيان ده اللي هو التورك ماكسيمم. خلاص كده؟ طيب لو جه في سؤال وقال لي ان الانجل ما بين النورمال على الكويل، او قال لي الدايركشن، الانجل ما بين الدايركشن بتاع الدايبول مومنت اللي هو اصلا نورمال على الكويل والفيلد ب 30، يبقى انا ساعتها هاخد ايه؟ ال 30 على طول خلاص، لان هو قال لي الانجل على طول ما بين النورمال على الكويل اللي هو الدايبول مومنت والفيلد. طب لو جه سؤال قال لي الكويل والفيلد عاملين انجل مثلا ب 30، ده الكويل، لا انا ما بشتغلش مع الكويل، فاروح اقول له الثيتا اللي انا هشتغل بيها اللي هي ما بين الدايبول مومنت والبي هي 90 ماينس الثيتا اللي عطاها لك. خلاص؟ تطلع بكام؟ ب 60. يبقى انت الثيتا اللي هتشتغل بيها ب 60. خلي بالك من الجزء ده. طيب نتوكل على الله ونبدا جزء مهم جدا، جزء مضمون ان شاء الله ان هو بيجي في الامتحان عليه مش اقل من سؤالين. غالبا بتكون اسئله تقيله عليها درجه درجتين او حاجه. فيلا بينا نذاكر الجزء ده كويس، نفهمه كويس، وان شاء الله نروح نضمن الاربع خمس درجات اللي هيجوا ايه في الجزء ده. ديفايسز، اول حاجه عندي كان اسمها موفينج كويل جالفانومتر. موفينج كويل جالفانومتر. طيب ايه هو الجالفانومتر ده؟ قال لك ده جهاز عباره عن سكيل كده، الزيرو بتاعه ات ذا ميدل، خلي بالكم من الحاجات دي، الزيرو ات ايه؟ ات ذا ميدل. وبعدين في هنا بوينتر، البوينتر ده متوصل بالكويل، طيب وهنا طبعا في ايه؟ في ماجنت نورث وساوث. خلاص؟ طيب سريعا جدا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هنا في ماجنتيك فيلد، فلما يبدا كرنت يمر في الكويل ده يبدا يعمل ايه؟ اي كرنت يمشي في كويل وسط ماجنتيك فيلد يحصل تورك، صح؟ يبقى اول حاجه استفادها ان الايديا بتاعت الموفينج كويل جالفانومتر هي التورك. خلاص كده؟ يبقى الايديا بتاعت الموفينج كويل جالفانومتر اللي هو قايم عليها بقى الاميتر والفولتميتر والاوميتر، كل ده قايم على ايه؟ على التورك. طيب قال لك اول حاجه ده بيقيس الويك دي سي كارنت بس. طب ليه ما يقيسش الهاي كارنت؟ قال لك ما هو لو مر هاي انتنستي كارنت هنا هيحرق الكويل. طب ليه ما يقيس الاي سي اللي هو الالترنيتنج كارنت؟ ليه يقيس دي سي بس؟ قال لك لان هو لو اس اي سي البوينتر في النص، فهيفضل البوينتر رايح جاي سوينج رايت اند ليفت، فبالتالي مش هقدر اخد قرايه منه. يبقى هو كانت ميجر الدي سي الاي سي وكانت ميجر الهاي انتنستي كارنت، فدي مشكله بالنسبه لي. طيب ايه تاني؟ قال لك عنده هنا
هو قايم على التورك، عنده تو سبايرال سبرينج هنا. طيب ايه لازمتهم؟ اكتب معايا كده. اول حاجه كوندكت الكرنت فروم اكسترنال سيركت تو ذا كويل، يعني بيوصلوا الكهرباء من السيركت الخارجيه لمين؟ للكويل، عشان يحصل التورك فيقيس لي الكرنت او فيقيس لي قيمه الكرنت. طب تاني حاجه ريتيرن البوينتر تو ايتس زيرو سكيل. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك خلي بالك ده البوينتر هنا في عند زيرو صح؟ في نص. اقرا قرايه ايا كان بقى، اتحرك كده، عمل انجل ثيتا وهو بيقرا. طب مش لازم نرجعه نفس الانجل دي علشان نقرا بعد كده لما يمر كرنت تاني؟ طب ايه اللي بيرجعه هنا تاني؟ قال لك التو سبايرال سبرينج. خلاص كده؟ يبقى هما بيوصلوا كهرباء من الاكسترنال سيركت الى الكويل وبيريتيرن البوينتر بيرجعوه تاني للزيرو سكيل بتاعه. خلاص كده؟ طيب ايه تاني؟ قال لك كل ده متثبت على حاجه اسمها الاجيت. الاجيت ده اللي هو العقيق، نوع من الاحجار الكريمه عشان يقلل الفريكشن. يبقى الاجيت ايه لازمتها؟ ريديوس الفريكشن. خلاص كده؟ في اي مشكله؟ sensitivity of galvanometer. يعني ايه sensitivity of galvanometer؟ يعني باختصار شديد لما يمر الكرنت قد ايه البوينتر يعمل ديفليكشن بانجل قد ايه. فالsensitivity equal theta over i. خلي بالك انا عندي السكيل عامل كده وده البوينتر، لما مر كرنت مثلا حصل له ديفليكشن فراح كده عمل انجل ثيتا صح؟ لما مر كرنت اي، فبالتالي السنسيتيفيتي ايكوال ثيتا اللي هي الديفليكشن اوفر الكرنت انتنسي اللي هي مين؟ الاي. خلاص كده؟ طيب كده الجلفانومتر دوره انتهى. يجي يقول لك في الامتحان ايه؟ ايه اللي يحصل لو مر كرنت اي سي وانا بقرا السؤال اقرا كويس وركز على المصطلحات الكي ووردز اللي ايه اللي هتفيدني. ايه اللي يحصل لو مر الترنيتنج كارنت في الجلفانومتر؟ بكل بساطه البوينتر هيفضل سوينج رايت اند ليفت تمام، ومش هيقدر ايه يقرا راي. طب ايه تاني؟ يقول لك ايه اللي يحصل لو مر كارنت هاي انتنسيتي دي سي كارنت بس او هاي انتنسيتي كارنت؟ قال لك هاي انتنسيتي كارنت على طول هيعمل ايه؟ هيعمل دامج للكويل بتاعي. طيب احنا اتفقنا ان الجلفانومتر كان عنده مشكلتين، مشكله حلها دلوقتي ومشكله على يعني هحلها وانا بحل ايه شابتر 4، وهقول لكم نبذه سريعه عنها دلوقتي برضو. الجلفانومتر بيقيس الويك كارنت بس وفي نفس الوقت بيقيس الدي سي كارنت بس. خلاص كده؟ طيب انا دلوقتي هركز على مين؟ ان انا مش عايزه يقيس ويك لان انا عندي كارنت عالي عايز اقيسه، فهضطر اروح اعمل جهاز ثاني اسمه الاميتر باستخدام مين؟ باستخدام نفس الجلفانومتر ده. فانا عندي هنا مين؟ ادي الجلفانومتر ار جي اللي هي الريزستنس بتاعت الكويل بتاعته. طب انا عايز اقيس كارنت عالي، كارنت لو مر في دي هيحرقها، يبقى انا عايز اوصل معاها بارلل. ليه بارلل؟ لان الكرنت بيتجزأ بارلل. فهنا الاي اهي هوصل معاها بارلل كده اللي هي مين؟ الار شنت. فالكرنت هيجي هنا ايه اللي يحصل له؟ الكرنت هيجي يتجزأ هنا اي جي وهنا اي اس. خلاص كده؟ طيب هنا في رول صح؟ اللي هو لو انا عايز الار اس او قيمه الشنت دي اسمها شنت resistance، اتفقنا صح؟ الشنت ريزيستنس ار اس ايكوال اي جي ار جي اوفر اي ماينس الاي جي تمام؟ ده الرول ايه اللي عندنا. طب الار اس او الشنت ريزيستنس المفروض تكون حاجتين، اول حاجه لازم تكون سمول
resistance. يبقى أول حاجة لازم تكون small resistance، تاني حاجة إن هي لازم تكون connected in parallel. خلاص كده، يبقى أول حاجة لازم تكون small resistance، تاني حاجة connected in parallel. طيب الرول ده كويس بس غالبا مش بستخدم الرول ده، طب ايه اللي بستخدمه؟ اكتب الرول ده واكتب عليه، مهم جدا. السنسيتيفيتي اوف الاميتر اللي هي اي جي اوفر الاي ايكوال ار اس اوفر ار جي بلس الار اس. خلاص كده، الاي جي ده الكرنت اللي مر في الجالفانومتر قبل ما يوصل ار اس، والاي ده الكرنت اللي مر بعد ما وصل ار اس. خلاص، والار اس هي الشنطه طبعا، الار جي هي يقول لك كده ريزيستنس اوف ذا جالفانومتر او ريزيستنس اوف ديفايس، يبقى هي الار جي. خلاص، غالبا بيطلب من هنا ممكن تجيب مثلا منها الار اس او الار جي. تمام، يبقى اي جي اوفر اي ايكوال ار اس اوفر ار جي بلس الار اس. طب لو قال لك احسب لي السنسيتيفيتي اوف الجهاز اوف الاميتر مثلا، يبقى على طول هي دي يعني هي دي كده سنسيتيفيتي، سواء دي او دي على بعضها. ممكن يجي يقول لك عايز الريشيو ما بين الكرنت باز ان جالفانومتر بيفور كونكتنج الشنت ريزيستنس اند ذا كرنت باز ان ذا جالفانومتر افتر كونكتنج الار اس. خلاص كده. طيب في معلومه مهمه جدا جدا جدا، وهي انا عندي هنا ار جي، قلت لك الاي الكرنت اللي بيمر اللي هو التوتال، هيبقى جزء هنا الاي جي اللي هو الجزء بس اللي ماشي في الجالفانومتر، وهنا مين؟ الار اس اللي هي الشنط. لو جيت قلت لك ان الار اس دي قللتها وين ديكريز الار اس، لما نقلل الار اس، لما تقلل الار اس الار انفرس مع الاي، فتقوم تسحب كرنت اكبر. بس هو مين اللي بيقيس؟ اللي بيقيس الجالفانومتر ده. يبقى الجالفانومتر ده الار اس سحبت كارنت اكتر، يبقى الكارنت اللي مر هنا اللي حصل له؟ ما هم مرين مع بعض، طالما دي سحبت كارنت اكتر يبقى الكارنت اللي هنا قل، يعني الكارنت اللي اتقاس قل. فبالتالي الار اس تقل، يبقى السنسيتيفيتي او الكارنت اللي بيتقاس يقل، بس الاكيورسي دقه الكارنت اللي بيتقاس تزيد. خلاص كده؟ طيب العكس صحيح برضه. تاني حاجة هنعملها هي الفولتميتر، وقلنا عشان نقيس فولت عالي محتاجين الار جي تتوصل مع ملتبلاير ريزيستنس ار ام، دي ليها فولت اسمه في جي، دي ليها فولت اسمه في ام. خلاص كده، وفي الفولت التوتال اللي هو من اول هنا لهنا اسمه في. طيب هو الكرنت اللي مر هنا، خلي بالك ان هما الاثنين متوصلين ايه سيريس، يبقى هسمي ده الاي جي، هو اللي مر هنا لان الكرنت ايه ما اتجزقش. طب الار ام دي او الملتبلاير ريزيستنس ليها حاجتين مهمين، اول حاجه الار ام لازم تكون متوصله سيريس، تاني حاجه الار ام لازم تكون لارج ريزيستنس. ليه لازم تكون لارج ريزيستنس؟ هناك احنا قلنا الشنت ريزيستنس لازم تكون صغيره عشان تسحب كرنت كتير، فبالتالي تحمي الجالفانومتر من ان هو يتحرق او يحصل له دامج. طيب ليه هنا الار ام عاليه؟ تعال نشوف، انا عندي الفي اللي عايز اقيسها كبيره صح؟ ايكوال اي ار، فعشان ازود الفي اللي اقدر اقيسها يا اما ازود الاي يا اما ازود الار. لو زودت الاي، انا قلت لك الاي جي هي واحده اللي بتمر هنا، هي اللي هتمر هنا، فلو زودت الاي هتحرق الار جي قبل ما توصل للار ام اصلا، فبالتالي مش هقدر ازود الاي فبزود الار، يبقى الار ام لازم تكون ايه لارج ريزيستنس. خلاص كده. لو رجعنا كده وقلنا هنا الفي توتال ايكوال في جي بلس الفي ام، الفي ام دي اللي هي ممكن افكها لايه بقى؟ لـ IG الكرنت اللي مر فيها اسمه IG تايمز الـ RM. لو انا عايز الـ RM يبقى ايكوال V ماينس الـ VG اوفر IG.
جي. خلاص كده؟ بس الرول ده مش هو اللي بستخدمه غالبا في الامتحان، الرول اللي بستخدمه في الامتحان برضه هو السنسيتيفيتي اوف الفولتميتر. اذا الار ام هتبقى ما لما تزيد السنسيتيفيتي او الفولت اللي بيتقاس يقل، اذا العلاقه بينهم ايه؟ انفرس. اذا الار اس والسنسيتيفيتي دايركت، يعني الار اس تزيد السنسيتيفيتي تزيد، بينما المالتي بلاير ريزيستنس تزيد السنسيتيفيتي تقل. نيجي لاخر جهاز عندنا خالص اللي هو الاوم ميتر. الاوم ميتر بكل بساطه عباره عن ار جي متوصل معاه ار سي، متوصل معاه هنا ار في اللي هي الريستات، متوصل معاه هنا مين؟ ار اكس اللي هي الانون، يقول لك عليها بص انون ريزيستنس اللي هي ريزيستنس الايه اللي عايز اقيسها، يقول لك عليها ميجرد ريزيستنس يقول لك عليها ريزيستنس كونكتد، يقول لك عليها ميكس ديفليكشن. كل ده بيشيل لمين؟ ميكس ديفليكشن كل ده بيقيس لمين او بيشيل لمين؟ الار اكس، تمام كده، اللي هي الانون او اللي انا عايز اقيسها او اللي انا مركبها في الجهاز عشان اعرف قيمتها. طب الرول الاساسي عندنا ان انا هنا عندي لازم باتري ليها في بي بيطلع منها كارنت اي، الاي ايكوال في بي اوفر ار او بلس الار اكس. ركز معايا، مين الار او دي؟ قال لك دي الار بتاعت الاوم ميتر. الار بتاعت الاوم ميتر او يقول لك عليها الار بتاعت الديفايس. مين الار بتاعت الاوم ميتر او الديفايس دي؟ اللي هي الار سي بلس الار جي بلس الار في. احيانا في بعض الاسئله بيجي ما بيجيبليش سيره الار في، ما بيجيبليش سيره الانفيريستات، فعادي كانها ايه؟ مش موجوده، يبقى الار سي بلس الار جي بس، موجوده يبقى 3 بلس 1. خلاص؟ طيب الرول ده حلو واحيانا بستخدمه، بس اللي لازم استخدمه هو الرول ده. لو انا عندي السكيل بتاع الاميتر كلهم في جهاز واحد احنا متفقين صح؟ وده الاوم ميتر، احنا متفقين ان هما لازم يكونوا ايه؟ عكس بعض. فلو هنا بدا الاميتر بزيرو، الاي بزيرو يبقى لازم الار تكون كبيره قوي فهنسميها انفينيتي. طب هنا الاي تكون ايه؟ ما هي بزيرو عماله ايه؟ تزيد صح؟ يبقى دي اي ايه؟ اي ماكسيمم، تمام كده؟ طب هنا الاوميتر لما تبقى اي ماكسيمم تبقى الار ايكوال زيرو، يعني بدايه السكيل من هنا بتاعت الار بينما بدايه السكيل بتاعت الاميتر العكس، لان هما انفرس مع بعض، لان الاي انفرس مع الار. خلاص كده؟ طيب سؤال، انا عندي هنا الاي ماكسيمم دي، ركز بقى معايا، اول ما يقول لك كلمه اي ماكسيمم ماكسيمم كرنت او يقول لك فول سكيل ديفليكشن، فول سكيل ديفليكشن يعني ايه فول سكيل ديفليكشن؟ يعني لما مر او حط ريزيستور معينه البوينتر اتحرك للفول سكيل. خلاص؟ فول سكيل يعني ارى ايه؟ اخر السكيل بتاعي او الاي ماكسيمم. او يقول لي كلمه سكيل بس افهم من ده كله ان هو قصده على الاي جي، يبقى الاي جي هي هي الاي ماكسيمم. خلاص كده؟ فلما يجي يقول لي ار اكس مثلا كونكتد so the pointer deflected to its 1 over 3 من السكيل، ركز بقى معايا، استفاد ايه من الكلام ده؟ اقول له والله الاي بعد ما وصل الار اكس عملت ديفليكشن مقداره 1 over 3
من السكيل اللي هو احنا متفقين ان هو مين؟ الاي جي. يبقى الاي الجديده اللي مرت هي تولت او 1 اوفر 3 من الاي جي. طيب ساعتها هيبقى عندي الار اكس اللي هي الانون ايكوال اقلب ده وماينس منه واحد، يبقى 3 ماينس 1 اللي هي كام؟ 2 من الار اوميتر او بنقول عليها الار ديفايس، اللي هي مين؟ اللي هي الار جي بلس الار سي بلس الار في، وهو غالبا بيطلب منك ايه؟ الار ديفايس او الار اكس، يكون عاطي لك واحده وعايز الثانيه. اذا هنا احنا ممكن نحط رول بشكل عام ونقول ان الار، او بلاش، لما يجي يقول لي البوينتر ديفليكتد تو 1 اوفر ان من السكيل، اقدر بكل بساطه اقول له ان ساعتها هتبقى الاي الجديده ايكوال 1 اوفر ان زي ما هي من الاي جي. طب عشان اعرف الار اكس اللي هي الانون قد ايه من الار ديفايس، هقول له اقلب دي وماينس 1، تبقى ساعتها ان ماينس 1 الات وماينس 1 من الار اوميتر او الار ايه ديفايس. خلاص. طيب الرول ده نكتب عليه مهم جدا، لان ده اللي بنحل بيه 99% من اسئله الاوميتر. خلاص. طيب ممكن يجيب لي العكس، يعني ايه؟ يعني ممكن يجيب لي ان الار اكس ايكوال 3 ار او، فيقول لي هي البوينتر هنا هيديفليكت قد ايه من السكيل ده؟ السكيل خلاص صح، الاي جي هو السكيل. اقول له العكس، انا هنا قلبت وماينس 1 صح؟ لا، هنا هعمل بلس 1 لما يجيب لي الار اكس ايكوال كده من الار او، وعايز بقى هو الاي، هقول له هزود 1 واعمل له الريسيبروكال بتاعه او اقلبه. خلاص. يبقى ده هيبقى كام؟ ازود يبقى 4، يبقى 1 اوفر ال 4. خلاص. يبقى الاي ايكوال 1 اوفر 4، يعني من الاخر البوينتر ديفليكت تو 1 اوفر 4 من ايه؟ من السكيل. طيب جالي سؤال زي ده في الامتحان اعمل ايه؟ هاجي ابص على السكيل. طبعا هيبقى السؤال صح، يبقى على 2 سكيل، لان الاي او الكرنت على سكيل والريزيستنس لازم تكون على سكيل تاني. جيت هنا بصيت لان دي اخر كرنت عندي، يبقى دي الاي ماكسيمم، واحنا متفقين ان الاي ماكسيمم هي الاي جي صح كده؟ يبقى انا اقدر اقول لك ان الاي جي بكام؟ 500 مايكرو امبير. واجي هنا الاقي ار، الار الوحيده اللي متقاسه يبقى دي الميجرد او الار اكس او اللي كانت انون صح كده؟ طيب البوينتر اريها دلوقتي، يبقى البوينتر واقف على قد ايه من السكيل؟ تعال نشوف، هو ده انا ماشي على سكيل اي صح؟ يبقى ده زيرو. السكيل كام ديفيجن؟ 1 2 3 و 4، 4 ديفيجن، ده كله كده اسمه ديفيجن، يبقى 1 2 3 4. خلاص. يبقى 4 ديفيجنز تمام كده. البوينتر حاليا واقف عند قد ايه من السكيل؟ من 1 اوفر 4، يبقى الاي ايكوال 1 اوفر 4 من الاي جي، دي اول حاجه. طيب انا معايا الاي جي، فممكن احسب الاي، بس هل هو طالبها؟ ممكن يطلب منك الاي، فهتقول له ساعتها ان الاي ايكوال 1 اوفر 4 تايمز الاي جي اللي هي بكام؟ 500، ولكن خلي بالك دي بالمايكرو، فلو هو عايزها بالمايكرو هتسيبها زي ما هو زي ما هي، لو انت عايزها بالامبير هتعملها تايمز 10 باور نيجاتيف 6. ده لو عايز الاي. غالبا مش هيطلب منك الاي، هيطلب منك الار او بتاعت الجهاز. طيب هاجي اقول له كده هو الاي ايكوال 1 اوفر ان من الاي جي، الان عندنا هنا بكام؟ ب 4، يبقى اقول له كده 1 اوفر 4 من الاي جي. فاجي هنا اعكس صح وماينس، يبقى اقلب بقت 4 ماينس 1 يعني ب 3، يعني الار اكس ايكوال 3 من الار او. خلاص كده. طب الار اكس عندي ب 9، ولكن خلي بالك دي كيلو اوم، يعني تايمز 10 تو ذا باور 3 ايكوال 3 ار او. لو انا عايز الار او نفسها يبقى 3 دي هتيجي هنا تبقى بكام؟ ب 3 تايمز 10 تو ذا باور 3
اوم اللي هي دي الايه الار اوميتر او الار ديفايس. خلاص كده. طيب ممكن يزود على سؤال جزء كمان يعني ما يجيبوش مباشر قوي كده، يقول لك لما انت كده جبت الار اوميتر او ديفايس ودي بتبقى كونستنت ما بتتغيرش لان دي بتاعت الجهاز نفسه، يقول لك بقى لما السكيل او البوينتر يحصل له ديفليكشن ل 1 اوفر 3 من السكيل، ساعتها هتكون الار اكس اللي ركبها جديده دي بكام؟ خلاص هو غير الار اكس القديمه وركب ار اكس جديده، فحصل ديفليكشن ل 1 اوفر 3، هتقول له والله عقلب وماينس، تبقى 2 من الار او اللي هي معاك اللي هي بكام؟ ب 3 تايم 10 زو باور 3، تطلع 2 تايم 3 ب 6 تايم 10 زو باور 3 اوم. خلاص؟ طيب كده احنا خلصنا يعتبر شابتر 2 الريفيجن السريع، ان شاء الله هنبدا نشتغل اسئله حل، ثم بعدها نبدا نراجع سريعا ريكاب سريع لشابتر 6. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني بنراجع للناس اللي عايزه تكمل جزء معين او الناس اللي واقع منها جزء معين، ان احنا نكون بندي افكار للاسئله لان مفيش وقت لشرح دلوقتي خلاص. فانا وانا بشرح لك بسرعه بقول لك افكار الاسئله، فده مش شرح، لا انا بقول لك الفكره اللي موجوده في كل جزء في الشابتر. نبدا على خير، نبدا نحل. يلا بينا. هاجي هنا اول جزء او اول سؤال عندي، قال لي عندي واير اهو وباين ان هو بارلل، فلو وقال لك ان هو لو تيرند 140 ديجري تيرند كام؟ 140 ديجري. خلاص تيرند كام؟ 140 ديجري. طيب وقال لك ان هو روتيتنج كلوك وايز وهو سيمبلت اصلا بتلف كده، طب تعالى نشوف كده 140 ديجري اول حاجه هتيجي تعمل 90 فتبقى كده. طب هو بيسال على ايه؟ دايما اشوف هو بيسال على ايه، هو بيسال هنا على الفاي ام. طب الفاي ام ايكوال بي اي ساين ثيتا صح كده؟ دول ما اتكلمش عنهم اذا اللي بيتغير هي الثيتا، ما كل ما الثيتا ما تزيد الساين ثيتا تزيد لحد ما توصل لل 90 وبعدين ترجع تقل. اذا هنا دارت الاول 90 ديجري، اذا هتفضل الفاي ام انكريز وبعدين بعد ال 90 تدور كام او تكمل اراوند كام؟ 50 هتبدا تقل كده، يبقى الفاي ام انكريز ذن بعد ما تكسر ال 90 تبقى ديكريز، يبقى انكريز ذن ديكريز. تمام كده. السؤال اللي بعده يقول لك ان عندي واير عامل انجل 60 ديجري خلاص او كويل، بيقول لك هنا الكويل ماجنتيك فلكس اللي بيعمله ده البي وده الكويل خلاص عامل انجل كام؟ 60. هيفضل يقل لحد ما يحصل له ايه؟ فانش. الفاي ام نرجع تاني ونقول هي بي اي ساين ثيتا، ما اتكلمش على البي اي، يبقى الفاي ام مع مين؟ مع ساين ثيتا. وهو بيدور كده قال لي كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ اتاكد ما قاليش، ده هو هيسال عليها فين؟ في السؤال. طب هل قال لي دور بالانجل قد ايه؟ ادور كويس، ما قاليش، ده هو برضه طالبها في السؤال. اذا طالب مني هنا حاجتين، طالب الانجل اللي دار بيها وطالب الدايركشن اللي اتحرك بيه. حاجه بص، قال لي ايه اللي حصل؟ ان هو فضل يحصل له روتيشن لحد ما الفلكس بتاعه ما يقل وايه؟ ويفانش، فانش دي يعني يبقى بزيرو. طب هيفانش امتى؟ احنا واخدين الفاي ام هتفانش لما يبقى الكويل بتاعي عامل انجل بزيرو او 180، يعني يبقى كده حصل له روتيشن بقى ايه؟ ب 60 ديجري، ادي 60 ديجري، انا ماشي كده مع كلوك وايز. انا بفترض ممكن يبقى ماشي العكس في الاخر. طيب وقال لك بعد كده then get increase till it reach its initial value، يعني هيفضل يزيد تاني لحد ما يوصل للفاليو اللي هو كان عليها، يبقى بعد ما يوصل للبارل بوزيشن هيبدا يكمل دوران فيبدا الانجل تزيد تاني لحد ما توصل 60 كمان، يبقى 60 اللي هو دارها الاول لغايه ما حصل له فانش، بعد كده 60 ديجري كمان تبقى بكام؟ 120. طب انا كده دورت كام؟ كلوك وايز دايركشن، ادور عليها هل هي موجوده ولا لا؟ في عندي 120 وكلوك وايز دايركشن، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى بي. تمام كده. طيب السؤال ده اكتب لي عليه مهم،
هو هنا عامل انجل 30 مع الفيلد. قال لك روتيتد ثرو انجل اوف 120 ان كاونتر كلوك وايز دايركشن. كاونتر كلوك وايز يعني انتي كلوك وايز او عكس الدايركشن بتاعي. خلاص لما ده يروتيت 100 احنا عارفين 120 احنا عارفين دي كلها كام 180. اذا دي اصلا 30 يعني هنا كنا شايلين منها 30 يعني متبقي 150. لما ناخد كمان منهم 120 يتبقى لي هنا 30 عشان دي كلها تبقى 150 وكلها من هنا لهنا تبقى 180. تمام كده. طب هنا اشوف بقى هو بادئ كان من عند انجل 30. طب الفاي ام ايكوال بي اي ساين ثيتا وثيتا في الحاله الاولى كانت بكام؟ كانت ب 30. ساين 30 بكام؟ بهاف. ساين 30 ايكوال كام؟ ايكوال هاف. طيب ساين 30 ايكوال هاف يبقى اجي واقدر اقول ان الفاي ام مش دي كده الفاي ام ايكوال بي اي. بي اي دي اللي هي فاي ام ماكسيمم. ساين 30 اللي هي 1 اوفر 2 يعني من الاخر انا بدات الحركه بتاعتي لما كانت الفاي ام بتساوي فاي ام ماكسيمم اوفر 2 وبعدين فضلت ازيد لغايه لما وصلت لل 90 وبعدين بدات اقل 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 تاني لان الماكسيمم فاليو بتكون لما الثيتا تكون ب 90 وبعدين ابدا اقل لغايه لما اوصل للثيتا بكام؟ ب 30 يعني تقريبا من نفس النقطه اللي بدات عندها. خلاص يبقى انا عايزه بادئ من فاي ام ماكسيمم اوفر 2 بعد كده تبدا تزيد لحد ما توصل للماكسيمم وتقل تاني وتوصل للانيشال فاليو. طب تعالى نشوف هنا ما بداش اصلا من الفاي ام نود دي اللي هي الماكسيمم اوفر 2. خلاص طب هنا برده ما بداش من فاي ام اوفر 2. انا عايز البدايه بتاعتي تكون فاي ام اوفر 2. طب هنا بدا من فاي ام اوفر 2 وهنا بدا من فاي ام اوفر 2 بس هنا زاد وهنا قل. طب وهو بيتحرك كده مش الانجل بتزيد لحد ما توصل 90 يبقى بتزيد ثم تقل يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى الايه. ليه؟ لان طول ما هو بيتحرك كده الانجل بتزيد يبقى الفاي ام بتزيد لان ساين ثيتا بتزيد وبعدين تبدا الانجل بعد ال 90 100 110 تبدا الساين تقل تاني فتبدا الفاي ام تقل معاه. خلاص طيب السؤال ده سؤال برضو كويس جدا. بيقول لك الاوبزيت دايجرام عندك كويل الدايمنشنز بتاعته ال وال وهنا نفس الكويل ولكن ات بوزيشن اي بدا يتحرك ثرو ا ماجنتيك فلوكس دينستي بي. خلاص كده. طيب تعالى نشوف هو الماجنتيك هو عايز يحسب ايه هنا الفاي ام مع التايم. الفاي ام ايكوال بي اي ساين ثيتا. طب هل البي بتتغير؟ البي بتتغير نتيجة تغير الاريا او البي ممكن اقول ان البي هنا كونستنت بس الاريا هي اللي فيها تشينج والثيتا كلهم ايه؟ بيربنديكولر. يبقى البي كونستنت لان هو قال لك ما قالناش ان هو غير البي بينما الاريا وانا داخل كده الاريا كانت صغيرة بدأت الاريا تزيد 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 يعني الاريا بتزيد يبقى الفاي ام المفروض بقى بتزيد يعني هي المفروض تكون ايه بتزيد اذا دي على السبعيده خالص لان هي بتقل. ثم فضلت جوه وانا جوه ما كانش فيه لا تشينج لا في الاريا ولا في البي يعني والاي والبي هنا ايه كونستنت لان هو وانت بتتحرك جوه الاوضه مثلا فتبقى الاضاءه عليك ثابته بس وانت طالع من الاوضه الاضاءه تقل وانت داخل الاوضه الاضاءه تزيد بينما وانت جوه الاوضه الاضاءه تفضل ايه ثابته. ممكن تفهم السؤال ده بنفس الفكره وانت جوه الماجنتيك فيلد يفضل طول ما انت كلك كل الكويل جوه يفضل الماجنتيك فيلد ايه ثابت والاريا ثابته وانت داخل الاريا اللي بيحصل لها كروس سيكشن مع الفيلد تزيد وانت طالع الاريا اللي بيحصل لها كروس سيكشن مع الفيلد تقل. يبقى هنا بتزيد ثم هنا تفضل ثابته لان الفاي ما اتغيرتش الاريا ما اتغيرتش البي ما اتغيرتش الثيتا ما اتغيرتش. هنا الاريا وانت طالع ايه الاريا اللي بيحصل لها تقاطع ومرور مع الماجنتيك فيلد بتقل فبالتالي تكون بتقل. يبقى انت عايز حاجه تزيد ثم تفضل ثابته وبعدين تقل يبقى الاجابه بتاعتي طبعا هتكون دي. تمام. طيب السؤال ده سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. المشكله كلها ان هنا طالب
ركز، عايز اللي تشينج في الفاي ام، اللي تشينج في الماجنتيك ايه فلكس. طب دلتا فاي ام اللي هي ايكوال فاي ام 1 او 2 ماينس فاي ام 1، خلاص كده. طب دي فاي ام 1، اقول له فاي ام 1 ايكوال بي اي، ايا كان عطاها لي او مش عطاها لي، عطاها لي اهي البي والاريا، البي اهي والاريا اهي، ما فهمش مشكله. بس اجي اقول ساين، حد هيقول لي 90، اقول له غلط. ليه غلط؟ لان دي الكويل بتاعتك او الاريا بتاعتك، وده البي، الانجل بينهم بزيرو مش ب 90. طب هو ليه يعطيني الانجل دي؟ هطلق عشان يلخبطك. يبقى دي الانجل ما بين النورمال على الاريا والفيلد. انا مالي، انا مالي، انا بشتغل ما بين الاريا بتاعت الاريا نفسها او الانجل ما بين الاريا نفسها والفيلد. يبقى ساين هنا كام؟ بزيرو، وساين زيرو بزيرو، يبقى الفاي ام هنا كلها بكام؟ ايكوال زيرو. خلاص؟ هنا الفاي ام ايكوال ايه؟ بي اي، هم هم مفيش مشكله. ساين لا مش 60، ليه؟ لان دي الانجل ما بين النورمال على الاريا وما بين مين؟ وما بين الفيلد نفسه. فبالتالي تبقى ساين 90 ماينس 60، تبقى ساين كام؟ تبقى ساين 30، يعني بهاف تايمز البي والاي اللي عندك. خلاص؟ احسبها وشوف ايه هتطلع كام. اهم حاجه لما يجي لك حاجه زي كده ما تتسرعش وتاخد الانجل اللي اعطاها لك، اتاكد انا هنا شغال بالفاي ام، اللي فاي ام الثيتا تبقى ما بين الاريا وما بين البي. طب الاريا اهي والبي اهو، ايه علاقه دي؟ ملهاش دعوه، الانجل بينهم بكام؟ بزيرو. الاريا اهي والفيلد اهو، الانجل بينهم مش ب 60، لا ده ب 90 ماينس ايه؟ ماينس ال 60 اللي تبقى ب 30. طيب دي اهم الافكار اللي موجوده في ليسون 1 او في اول جزء خالص في الشابتر. ان شاء الله واحنا ماشيين برضه هتلاقي ان الاسئله كل شويه بناخد اسئله على شابتر 1 معانا، اسئله من شابتر 2، ثم اسئله من شابتر 5، واسئله من شابتر 6. يعني هنبدا كل ما نخلص جزء نحل اكتر من الجزء اللي فات كله، مش هنحل على الجزء اللي احنا بنراجعه بس. طيب السؤال ده بيقول لي ايه؟ The opposite figure represents a circular coil while being placed perpendicular to a uniform magnetic field. حلو، هنا الماجنتيك فيلد طالما دوت يبقى هنا ايه؟ ان، هنا اوت نسبة. خلاص؟ طالما دوت يبقى اوت، كانه سن قلم كده وطلع ايه؟ من الورقة. والكويل هنا بيتحرك او الاريا بتتحرك ايه؟ في نفس البلين بتاعها حوالين نفسها. فهل البي تتغير؟ لا ثابتة. هل الاريا بتتغير؟ ثابتة. هل الثيتا تتغير؟ لا دي هي بتلف. وما زال الماجنتيك فيلد ماله؟ بيربنديكولار عليها اوت اوف ذا بيج. اذا دي برضه كونستنت، وطالما كلهم كونستنت يبقى الفاي ام مالها؟ كونستنت. طب هو عايز ايه هنا؟ عايز الماجنتيك فلكس ثرو ذا كويل. طبعا الماجنتيك فلكس doesn't change. ليه doesn't change؟ لان الفاي ام ايكوال بي اي ساين ثيتا. البي مالكش ان هي اتغيرت، الاي هي بتلف جوه الفيلد مكانها. لو طلعت بره كنت هقول لك اه تقل، بس هي فضلت ايه؟ تلف مكانها، فدي فضلت ثابته. الثيتا فضلت بربنديكولار عليها فدي برضو ثابته، يبقى الفاي ام ايه؟ كونستنت دازنت تشينج. تمام؟ طيب نراجع سريعا جدا شابتر 6 ان شاء الله، ونبدا الفيديو الجاي نحل على 1 و2 و5 و6 و7 كمان ان شاء الله. طيب نراجع مع بعض بسرعه شابتر 6. شابتر 6 اساسا بيتكلم على حاجة اسمها الاتوميك سبيكترو. راجع مع بعض الرولز كده بسرعة. الاتوميك سبيكترو أول رول لازم أعرفه فيها إن أنا أثبت إن الإلكترون بيتحرك على هيئة ويف، صح كده؟ يبقى لما أجي أعد النمبر أوف ويفز دي اللي بره كده، يبقى أقول إن الـ n تايمز الـ ويف لينث الواحدة ايكوال السيركمفرنس بتاع اللوب بتاعتي او بتاعت الباث بتاع الالكترون. خلاص كده؟ يبقى ان لامدا ايكوال 2 باي ار ده اول رول. هكتب لك هنا ان تايمز لامدا ايكوال 2 باي ار، لان دي اللي هي النمبر اوف ويفز. خلاص كده؟ طيب تاني حاجة،
لو عايز احسب الانرجي لاي ليفل equal negative 13.6 over n اللي هو number of level square. خلاص كده؟ يعني مثلا عايز احسب الانرجي لليفل k. ليفل k اللي هو الn بتاعته ب 1. يبقى e1 equal negative 13.6 over n power 2. المشكله اللي عندي ان الانرجي هنا بتطلع بالالكترون فولت. خلي بالك الانرجي بالرول ده تطلع لي بالايه؟ بالالكترون فولت. طب لو انا عايز اشتغلها بالانرجي او الاجابات اللي عندي بالانرجي او اعوض مثلا اخد الانرجي دي اعوض بيها بقانون اللي هو الاي ايكوال اتش سي اوفر لامدا اي حاجه. يبقى الاي ان لازم تكون بالجول. طب اعمل ايه؟ هقول له الرقم اللي هيطلع لي ايا كان نيجاتيف 13.6 اوفر ان باور 2 هعمل له تايمز التشارج بتاعت الالكترون اللي هي 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19. خلاص كده؟ طيب احيانا بقدر انا احسب الاي او هو يكون عطوها لي جاهزه بس غالبا انا اللي بحسبها من السؤال. وبيقول لي عايز النمبر اوف ليفل بقى. طب اعمل ايه في السؤال ده؟ اروح اقول له انا حسبت الاي بالجول يبقى لازم احولها لالكترون فولت. ركز معايا، لو انا احول من الكترون فولت لجول بعمل تايمز 1.6 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 19. لو من جول لالكترون فولت بعمل تايمز ده تو ذا باور بوزيتيف او الافضل من جول الالكترون فولت اعمل ديفايدد 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19 وكل ده ما بين براكت ديفايدد ايه كل ده. خلاص كده؟ طيب انا جبت الانرجي ومعايا الان. لو انا ما بعرفش اشتغل بالشيفت سولف طبعا هتبقى سهله يعني المفروض. لو ما بعرفش اشتغل بالشيفت سولف هقول له ان الان ايكوال سكوير روت نيجاتيف 13.6 اوفر الاي ان اللي هي اصلا هتطلع بالنيجاتيف على فكره، فالنيجاتيف مع النيجاتيف هتروح مع بعض. خلاص كده؟ ده قانون احسب منه ايه؟ النمبر اوف ليفل. تمام كده؟ طيب ندخل بعد كده على جزء مهم. لو هو جه طلب مني في الامتحان عايز الماكسيمم انرجي او عايز مينيمم انرجي هاجي كده افكرك اقول لك ان انا كان عندي فوق خالص هنا انفينيتي اللي هي الليفلز العاليه ثم هنا البي ثم ترتيب كده كي ال ام ان وهنا كان في الاو ثم بي ثم المساويات او الليفلز الاعلى من البي اللي هي ايه انفينيتي. هنا كان لو عندي الكترون او اتوم رجع من الانفينيتي الى الليفل كي، لو عندي الكترون راجع من المستوى اعلى من البي بسميه انفينيتي الى ليفل كي فده هيعمل لي ماكسيمم ترانزيشن او ماكسيمم انرجي. احنا قلنا لما يكون اتوم او الكترون راجع من مستوى عالي لمستوى اقل هيطلع فوتون، صح كده؟ طيب يبقى لما يقول لي ماكسيمم انرجي يبقى هقول له ايا كان راجع بقى للكي اللي هي الان ب1 او راجع للال اللي هي الان ب2 راجع للام اللي هي الان ب3 4 5 6. قلت لك لو راجع للكي هيبقى الجروب ده اسمه ليمان سيريس وفي سبيكترم اليو في. لو راجع للال هيبقى في جروب بالمر ال في الفيزبل. خلي بالك دول مهمين. لو راجع للام هتبقى في باشن اللي هي في الانفراريد. لو راجع للان من اي ليفل على فكره راجع من اي ليفل للان هيبقى اسمها براكت اللي هي في الانفراريد. راجع للاو اللي هي هتبقى فونت اللي هي في الانفراريد برضو. تمام؟ يبقى انا عندي راجع للام او الان او الاو اللي هي باشن براكت فونت كلهم في ايه؟ في الانفراريد. لو راجع للكي اللي هي الان بون تبقى راجع لليمن او ليمان سيريس اللي هي في ايه؟ في السبيكترم بتاعت اليو في. يعني ايه في اليو في؟ يعني الفوتون لما بيطلع بيكون عنده انرجي في السبيكترم او في الرينج بتاع مين؟ بتاع اليو في. طب لو انا راجع للال يبقى الفوتون اللي طالع الرينج بتاع الانرجي بتاعته في الفيزبل. خلاص كده؟ طيب الماكسيمم انرجي لو قالك ايه ماكسيمم يبقى انت جاي من الانفينيتي لاعلى ليفل للاي اللي انت رايح له ايا كان هو ايه. equal delta E equal H C over lambda. خلاص كده؟ طيب
اي انفينيتي دايما بزيرو، يبقى نيجاتيف اي ان ايكوال اتش سي اوفر اللامدا. احنا عارفين الاتش كونستانت والسي كونستانت، يبقى اقدر مين اللامدا. وطالما هنا كان دلتا اي ماكسيمم يبقى لامدا مينيمم. خلاص، لان الاي ايكوال اتش سي اوفر لامدا، فطالما اي ماكسيمم يبقى لامدا مينيمم، عكس بعض. خلاص. طيب مينيمم انرجي، يبقى انا عايز اكون، لو انا قال لك انا مثلا راجع للكي، راجع للال اللي هي الان ب 2، يبقى انا طالما عايز مينيمم انرجي يبقى جاي من المستوى اللي قبلها على طول، او الليفل اللي قبلها على طول. طالما انا راجع لل 2 يبقى انا جاي من اللي قبله اللي هو 3، يبقى اي ان بلس 1 ايا كان هو ايه راجع لل اي ان ايكوال اتش سي اوفر لامدا. طب ده مينيمم انرجي، يبقى اللامدا ماكسيمم، يبقى ممكن يطلب مني هنا مينيمم انرجي او ماكسيمم ويفلينث. هنا ممكن يطلب مني ماكسيمم انرجي او مينيمم ويفلينث. خلاص كده. طيب حاجه من الحاجات المهمه قوي، لو جه وقال لي السبيكترم انواع ايه، سواء جاب لي جراف مثلا وقال لي نوع ايه، او سالني على اسم حاجه الراديشن بتاعها ايه. انا عندي الراديشن او السبيكترم نوعين، يا اما كونتينوس سبيكترم يا اما لينير سبيكترم. خلاص. طب كونتينوس سبيكترم ده يعني ايه؟ قال لك يظهر لك شريط كده فيه اول كولرز. يعني ايه اول كولرز؟ يعني لما تيجي ترسمه كده هيطلع لك كيرف بالشكل ده، هنا الويف لينث صح، ففي كل الويف لينثز، كل ويف لينث ليها لون، فتظهر لك كل الويف لينث هنا موجوده، مفيش اي ايه ويف لينث حصل لها ابزوربشن او مش موجوده او كده. طب امتى اقدر اقول ان انا عندي كونتينوس سبيكترم؟ لو قال لك بلاك بادي راديشن. خلاص، لو قال لك ايه بلاك بادي راديشن، لو قال لي تانجستن لامب، تانجستن لامب يبقى كونتينوس سبيكترم. ركز في الحته دي، لو قال لي وايت لايت باس ثرو بريزم، او قال لي وايت لايت بس، وايت لايت بس، يبقى على طول ايه كونتينوس سبيكترم. تمام كده. طب اللينير سبيكترم، اللينير سبيكترم هو نوعين، يا اما emission spectrum يا اما absorption spectrum. خلاص كده. طيب emission spectrum امتى؟ في حالات زي الليزر، او لما يكون عندي اتوم بتطلع الراديشن اللي عندها، فبالتالي هيظهر لي بلاك باك جراوند بالشكل ده، كلها بلاك وفيها كولورد لاينز. خلاص كده. يبقى الاميشن سبيكترم بلاك باك جراوند وكالرد لاينز. طب الابزوربشن سبيكترم انت عرفها، لو جه قال لي وايت لايت باس ثرو جاز، يعني لو عندي وايت لايت بيعدي ثرو اجاز هيحصل له ايونيزيشن، فبالتالي الجاز هيسحب شويه انرجي وشويه فوتونز من السبيكترم اللي عندي او اللايت اللي عندي، فبالتالي هيظهر لي كالورد باك جراوند لان هو وايت لايت اصلا، كالورد باك جراوند بس في شويه فوتونز حصل لها ايه ابزوربشن، الجاز عمل لها ايه ابزوربشن، فبالتالي هيظهر لي هنا، يعني دي كلها تبقى كالرد ولكن فيها بلاك لاينز. بلاك لاينز اللي هي ايه؟ قال لك دي الفوتونز او الانرجي اللي تم امتصاصها وحصل لها عمليه ايه؟ ابزوربشن.
خلاص يبقى دي بتبقى colored ولكن فيها black lines. طيب ايه تاني ممكن؟ قالك لو الصن وبقيس السبيكترم بتاعها وسألك على فرانهوفر لاينز. ايه فرانهوفر لاينز دي؟ قالك لو انا بقيس السبيكترم بتاع الصن هنا فبالتالي هلاقي ده نوع ايه المفروض؟ نوع ابزوربشن. ليه؟ لان الغلاف الجوي فيه جازس فالضوء الشمس وهو جاي بيحصل لها ايه؟ ابزوربشن من الغازات دي. فبالتالي هيظهر لي color background وفيها black lines. البلاك لاينز دي بنسميها احنا فرانهوفر لاينز اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الهيليوم والهيدروجين اللي هي العناصر المكونه لمين؟ للصن. تمام كده؟ ندخل على جزء مهم جدا اللي هو الاكس راي. الاكس راي جزء مهم جدا مضمون سؤاله في الامتحان ان شاء الله. سريعا كده ندرس الاكس راي ده بيطلع لنا من حاجه اسمها كوليدج تيوب. كوليدج تيوب عامله ازاي؟ ده فيلمنت لما بعمل له هيتنج وطالما الانود بوزيتيف فبالتالي لازم يتوصل ببوزيتيف الباتري. تمام؟ طيب هنسمي كده شويه حاجات مع بعض. اول حاجه البوتنشال ديفرنس ده او الباتري دي هنسميها في 2 بينا وبين بعض كده. طب هنا في باتري ثانيه هنسميها في 1 عشان بس لما اقول لك في 1 وفي 2 تبقى فاهم ايه مين الفي 1 والفي 2. طيب ايه البروسيس اللي بتحصل هنا؟ البروسيس اللي بتحصل بكل بساطه ان هنا بيحصل لها هيتنج تقوم مطلع الكترونز. الالكترونز تروح تعمل كوليجن مع التارجت. خلاص لما الالكترونز هتروح تخبط في التارجت هتطلع لي فوتونز. الفوتونز دي هي الاكس راي. طبعا سواء في الشرح او في المراجعه شرحنا بالتفصيل الممل التارجت عمليه خروج الفوتونز من التارجت وعمليه الاكسايتيشن بتاعت الالكترونز اللي هنا ازاي بتطلع وهي راجعه بتطلع الفوتونز شرحناها بالتفصيل. تمام؟ طبعا الجزء ده كان زياده عليك بس احنا دلوقتي ايه بشرح لك الجزء اللي عليك بس. طيب اذا الكترونز هتعمل كوليجن مع الانود هتطلع لي الفوتونز اللي هي الاكس راي. اذا الانرجي بتاعت الالكترون اللي هنا بالكامل انتقلت للفوتون. طب هي ايه الانرجي اللي عند الالكترون؟ دايما الالكترون عنده كاينيتيك انرجي هاف ام في الفي دي فيلوستي هاف ام في سكوير ايكوال اي تايمز البوتنشال ديفرنس في. الفي دي بوتنشال ديفرنس. يعني ايه بوتنشال ديفرنس؟ قال لك دي هي دي الفي 2 بقى اللي هي البوتنشال ديفرنس ما بين الانود والكاثود. خلاص كده؟ طب ايه دور الفي 2 ده؟ قال لك ده هو اللي بيكسب الالكترونز الكاينتيك انرجي بتاعت هو اللي بيديها كاينتيك انرجي هو اللي بيعمل لها اكسلريشن للالكترونز. يبقى ده اكسلريت الالكترونز. خلاص كده؟ يبقى ايه دور الفي 2؟ ان هو يعمل اكسلريت للالكترونز او يزود الريت بتاع الالكترونز السرعه بتاعت الالكترونز. خلي بالك اما عشان ازود عدد الالكترونز يبقى لازم اشتغل على مين؟ على الفي 1. ليه؟ الفي 1 ده هو المربوط بالفيلمنت فلما ازود الفولت ازود الكرنت فبالتالي بزود الالكترونز اللي طالعه منه. خلاص كده؟ يبقى لو عايز ازود النمبر اوف الكترونز استخدم الفي 1 او اعلي الفي 1، لو عايز ازود الفيلوستي اعلي مين؟ الفي 2. خلي بالك ان الفي 2 لازم البوزيتيف يكون متوصل مع الانود اللي هو بوزيتيف والنيجاتيف لازم يكون متوصل مع النيجاتيف فين؟ اهو اللي هو الكاثود. خلاص كده؟ طيب وطالما الالكترون بينقل الانرجي بتاعته للفوتون اللي هيطلع يبقى اقدر اقول ان الانرجي دي كلها هي هي الانرجي بتاعت الفوتون اللي هيطلع. الفوتون ده اللي هو الاكس راي اللي هو اتش. الانرجي بتاعت الفوتون بقى اللي هي اتش سي اوفر لامدا. لامدا دي بتاعت الاكس راي. خلاص؟ طيب فهقدر اقول من هنا ان هاف ام ماس اوف الالكترون في سكوير اللي هي الفيلوستي ايكوال اي تايمز الفي اللي هو البوتنشال ديفرنس ايكوال
اتش سي اوفر اللامدا بتاعت الاكس راي. خلاص كده؟ في اي مشكله؟ يبقى الحالة الوحيدة في المنهج كله اللي اقدر اساوي الانرجي بتاعت الالكترون بالانرجي بتاعت الفوتون هي الحالة دي. طيب ايه تاني؟ يهمني قوي تعرف الجراف اللي بيطلع من الاكس راي. هنا الراديشن انتنسي وهنا الويفلينث. بيطلع لي كيرف او جراف له الشكل ده. خلاص؟ اللمضه دي او النقطه دي ليها ويف لينث لان هي على الاكس اكسس والاكس اكسس هو اللمضه، فالنقطه دي اسمها لمضه مينيمم. بينما البيكس دي كل واحده منها ليها ويف لينث. سمي دي مثلا لمضه 1 ولمضه 2. هقول لك ان لمضه 1 ولمضه 2 دول اسمهم كاركترستيك ويف لينث. خلاص؟ طيب هو ايه الفرق ما بين الجزء ده اللي هو السموث والجزء الشارب ده؟ هقول لك ان الجزء السموث ده اسمه كونتينوس اكس راي، وده بيكون يوزفول او غير مفيد، يعني ما بقدرش اعرف منه لا نوع الماده ولا اعرف منه اي حاجه. خلاص؟ طيب نوع المادة بتاعت التارجت، نوع المادة اللي أنا عايز أعرفها، نوع المادة اللي أنا ما الإكس راي قايم على إيه؟ إن أنا بحط مادة جوه الجهاز، الإكس راي لما يقع عليها أقدر أعرف نوعها. إذا ده مش مفيد بالنسبة لي، لا أعرف منه نوع التارجت ولا أعرف منه ويف لينث ولا أي حاجة. طيب البيكس دي بقى اللي هي دي أهم حاجة اسمها كاركترستيك بيك. طب ليه سموها كاركترستيك بيكس؟ عشان بعرف منها الكاركتر أو نوع التارجت. يبقى دي كاركترستيك لمين؟ للتارجت ماتيريال او نوع ماده التارجت. التارجت اللي انا بخلي الالكترونز اهي تعمل معاها ايه؟ كوليجن، اللي هي دي، دي التارجت. طيب اللامدا بتاعت الكاركترستيك اللي هي بتاعت البيكس دي اللي هي لامدا 1 ولامدا 2 انفرس مع الزد باور 2 او انفرس مع الزد، ما تشغلش بالك بالرول، يعني مش لازم الباور. يعني ايه انفرس مع الزد؟ الزد ده اكتب لي ان هو الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر ده اللي هو النمبر اوف البروتونز، وممكن نقول عليه نمبر اوف الالكترونز. طب انا عايز استخدم ماده عندها اتوميك نمبر عالي ولا قليل؟ لا، انا عايز استخدم ماده عندها اتوميك نمبر يعني عندها الكترونز كتير هنا، فلما تيجي الالكترونز اللي جايه من الكاثود تخبط ايه في الالكترونز دي، فانا عايز تارجت ماتيريال عندها الكترونز كتير عشان الالكترون اللي جايه له تلاقي حاجه ايه تعمل معاها كوليجن، لان لما يعمل كوليجن يطلع لي اكس راي ايه اكتر. فبالتالي اللامدا كاركترستيك اللي هي اللامدا دي واللامدا دي انفرس مع زد. اذا ما كل ما استخدم ماده عندها اتوميك نمبر اكتر الاقي ان الويف لينث بيقل. يعني ايه بيقل؟ يعني بدل ما البيك دي ما هنا الاقيها جت هنا، حصل لها شيفتنج ناحيه ايه؟ الزيرو. خلاص كده؟ طب اللامدا مينيمم دي مين بيأثر عليها؟ قال لك اللامدا مينيمم دي انفرس مع الفولت، بس انه فولت؟ فولت 2. ولو نسيت هقول لك الفولت 2 ده خلي بالك اللي هو مين؟ اللي هو هنا، اللي هو متوصل البوزيتيف مع الانود والنيجاتيف مع الكاسود او الفيلمنت. في مشكله؟ الجراف ده مهم جدا، وان شاء الله ندخل يوم الخميس نلاقي الجراف ده في الامتحان. طيب سؤال كده لو جه وقال لي هنا الراديشن انتنسيتي وهنا الويف لينث وعندك تو كيرفز كده، ده 1 مثلا وده 2، واجي اسالك اقول لك هو مين من دول عنده اتوميك نمبر اكبر، يعني زد 1 ولا زد 2؟ تعال نشوف. احنا اتفقنا ان الويف لينث الكاركترستيك او ممكن نقول عليه الويف لينث بتاع اللاين اللي هو اللاين ده او اللاين ده انفرس مع الاتوميك نمبر او الاتوميك نمبر سكوير.
فلما نستخدم مادة عندها اتوميك نمبر اعلى، نستخدم تارجت ماتيريال عندها اتوميك نمبر اعلى، يبقى تبقى الويف لينث الاقل. يبقى الويف لينث الاقل عندها اتوميك نمبر اعلى. طب مين الويف لينث الاقل؟ ده صح. يبقى لامدا دي هي اللامدا الاقل، وطالما هي دي اللامدا الاقل يبقى عندها اتوميك نمبر اعلى. يبقى دي مين؟ وضعنا ل 2 دي 2 هي الويف لينث اقل. ويف لينث اقل ازاي يا مستر؟ ده زيرو صح، وانت ماشي كده بتزيد. اللامدا دي اقل من قبل اللامدا دي، يبقى اقل منها. يبقى اللامدا اقل يبقى الويف لينث اكتر، يبقى لامدا او زد 2 هي الاكتر. ليه؟ لان لامدا 2 كانت هي الاكبر من لامدا 1، واللامدا انفرس مع الزد. طيب ايه تاني ممكن يجي يقول لك؟ خلي بالك الاثنين بادئين مش بادئين من نفس الايه؟ اللامدا مينيمم. يعني دي عندها لامدا 1 مينيمم ودي عندها لامدا 2 مينيمم. طب مين فيهم عنده ويف لينث اقل؟ اللامدا 1 مينيمم اقل من اللامدا 2 مينيمم، صح كده؟ وانا قلت لك ان اللامدا هنا اللامدا مينيمم انفرس مع الفولت اللي هو الفي 2. طب مين عندها بقى بوتنشال ديفرنس اعلى؟ خلي بالك عندها بوتنشال ديفرنس اعلى، اللامدا انفرس مع الفي، يبقى اللي عندها لامدا اقل عندها فولت اعلى، يبقى في 1 ريتر ذان الفولت 2. خلاص كده عرفت منين ان هي عندها لامدا اقل اهي. خلاص. طيب لو انا جيت اهو كده وقلت لك الاثنين بادئين من نفس البوينت، الاثنين بادئين من نفس البوينت، يبقى الفي 1 ايكوال الفي 2، الفولت الاثنين بتاعهم ايه؟ واحد. بس الكاركترستيك اللي هي لامدا لاين مش واحده. لو قلت ده 1 وده 2، لامدا 1 ليس ذان لامدا 2، اذا الزد 2 هي الاكبر من الزد 1. انا اسف، احنا قلنا ده ال 1 وده 2، يبقى لامدا 1 ليس ذان لامدا 2، اذا الزد العكس، لان اللامدا انفرس مع لامدا لاين اللي هي بتاعت البيك دي، انفرس مع الاتوميك نمبر زد. اذا الزد 1 جريتر ذان الزد 2، يعني الماده بتاعت التارجت الاول عندها اتوميك نمبر او الكترونز ايه؟ اكتر. كده احنا خلصنا الاكس راي شابتر 6 كده كله تقريبا. احنا لمناه بسرعه ان شاء الله. اللي عليك دلوقتي ايه؟ اللي عليك دلوقتي ان انت تسمع لده، ما تقعدش تذاكر كتير، تسمع ملخص شابتر 6 ده كافي جدا. طيب عايز تحل تعمل ايه؟ ارجع لاسئله الفاينل ريفيجن بتاعت المعاصر اللي احنا حليناها في شابتر 6 كله، احنا حليناها كلها على القناه عندنا. اذا هتروح تحل اسئله شابتر 6 من الفاينل ريفيجن. المودرن اسئلته مش كتير، الفيديو كله هتلاقيه ساعه ساعه ونص، فلما تقعد تركز وتحلهم يبقى انت ضمنت كل الافكار اللي موجوده على شابتر 6. شابتر 5 نفس الكلام، شابتر 2 احنا حالينه، شابتر 1 احنا حالينه على القناه. فبالتالي انت لما تسمع السامري ده وتروح تحل اسئله المعاصر اللي هي مش تاخد معاك ساعتين ولا حاجه، فبالتالي انت جمعت كل الافكار اللي موجوده في الشابتر. احنا كده خلصنا الجزء ده. ان شاء الله باذن الله هينزل الجزء الثاني بعديه على طول بكره. وان شاء الله نجمع فيه شابتر 3 و 7 وبعديها على طول ان شاء الله 4 و8 وحصه كامله ساعتين او اكتر ان شاء الله، اهم الافكار او اهم الاسئله اللي موجوده في كل شابتر. السلام عليكم وبالتوفيق يا رب في امتحانكم، ربنا يوفقكم في الامتحان وبعد الامتحان بالتوفيق.